احنا تجار من التجار البسيطين الموجودين بالبلد، ونعمل بقطاع تجارة السيارات والخردوات والآليات بجميع أشكالها وألوانها. بنوجه رسالة شكر لكل الأصدقاء اللي يعرفونا واللي ما يعرفونا، ونخص بالذكر المقربين منهم عارفين حالهم دون ما نسميهم بالأسماء. الأصدقاء المقربين منهم عارفين حالهم، وكل أصدقائنا والله شروا أمثالك وشروا أمثال الناس الطيبة. إحنا عامة يعني الأردنية نعيش في مجتمع بسيط جدا، كل الأردن بتعرف بعض وكل الأردن صاحبة بعض وكل الأردن عارفين يعني كيف نتميز بعلاقة شخصية قوية جدا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد باسم الحناطي. بداية يسعد مساك. مساء الخير، يا أهلا بك وأهلا وسهلا بك وحياكم. في البداية طبعا أستاذ باسم، حضرتك صاحب كراج الحناطي لبيع سيارات وقطع لاند روفر وبتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. والله يا ستي احنا تجار من التجار البسيطين الموجودين بالبلد، ونعمل بقطاع تجارة السيارات والخردوات والآليات بجميع أشكالها وألوانها. إحنا مجال عملنا بشراء القطع والآليات والمعدات من الشركات اللي بتأخذ العطاءات من الحكومة ومن الشركات الخاصة، وبنقوم بإعادة هيكلتها وتعديلها وصيانتها وبيعها للمواطن إذا كانت تحمل أوراق قانونية للترخيص أو كانت تحمل أوراق قانونية لإعادة تشغيلها على السيارات الخاصة بالمواطنين. نعم، بس تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع أصلاً؟ كيف دخلت بهذا القطاع؟ والله إحنا دخلنا أول شيء إحنا من الهاويين لنوعية السيارات اللاند روفر، وسيارة معروفة غنية عن التعريف يعني، وفي كثير من هواة السيارات اللاند روفر المواطنين الأردنيين اللي بيحبوا هاي السيارة. وهي آلية غريبة الأطوار، تختلف عن الآليات الثانية يعني، مميزة بأدائها وبشكلها العام يعني بتختلف عن الآليات الثانية. وهاي السيارة كثير في ناس مهتم فيها، وأي بني آدم استعمل هاي السيارة أو اقتنى هاي السيارة لا يمكن أنه يقدر يبيعها وما يرجع يشتري واحدة ثانية زيها. سيارة مميزة عن السيارات ومحبوبة كل دول العالم يعني، معروف عنها السيارة مميزة محبوبة لكل المواطنين اللي بيحبوا الكلاسيك أو الأوفرود أو هواة المغامرة بالطرق الصحراوية والطرق الوعرة. بس شو هي أهم الخدمات اللي عم تقدموها عندكم هون؟ إحنا بنقوم بصيانة الآليات اللي هي من نوع لاند روفر ورينج روفر، وتأمين قطعها ومعدات الصيانة إلها للمواطنين اللي بيستعملوا هاي السيارة، وبنقوم مساعدتهم بأي فكرة أو بأي تعديل أو بأي مجال ثاني. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن المحلات الثانية؟ إحنا بنتميز إنه اختصاص، هاي السيارة فريد عندنا بالمنطقة يعني من نوعه، يعني يمكن إحنا اللي بنشتغل بهذا المجال معدودين على الأصابع. مجال سيارة اللاند روفر اللي بيقدموا الصيانة إلها أو يشتغلوا بقطعها مميزين ومعروفين ومعدودين على الأصابع، وكل شخص يقتني سيارة لاند روفر بعرف هذول الأشخاص اللي هم ما بتعدوا على أصابع يعني، ما بتعدوا 6-7 مختصين فيها. نعم. بس أصلاً شو هي المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع؟ والله هي المشاكل اللي بنواجهها بهذا القطاع يعني عدم توفر قطع الصيانة عامة، لأنه مجالها هاي السيارة قطعها شوي أسعارها غالية يعني بالمناطق وإحنا عندنا هان اللي ساعدنا وخلانا نشتغل بهذا المجال
اللي هو شطب آليات الجيش الحكومية، ريحنا شوي بالأسعار بما أنه يعني صرنا نستعملها بالسوق المحلي اللي هي سيارات مقتنيات الحكومة. فهمت علي؟ لما بقدموا عطاء لها وبشطبوا المواطنين بيريحونا من استيرادها من برا، واستيرادها من برا غالي يعني الثمن سعره غالي جدا. نعم. من برا خاصة قطع سيارات الإنجليزي اللي هي لاند روفر. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول؟ والله لو التقينا بصاحب الجلالة بنحبه بين عيونه، نبوسه بين عيونه لأنه رجل المواقف الصعبة، وهو أجداده رحمة الله عليهم من بنات هذا الوطن، وهم اللي أسسوا الفكر وكل يعني كل شيء يحتاجه المواطن الأردني ليكون بأمان، أمن وأمان في هذه البلد. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، والله فحضرتك لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامج؟ بنوجه رسالة شكر لكل الأصدقاء اللي يعرفونا واللي ما يعرفونا، ونخص بالذكر المقربين منهم عارفين حالهم بدون ما نسميهم بالأسماء، الأصدقاء المقربين منهم عارفين حالهم، وكل أصدقائنا والله شروا أمثالك وشروا أمثال الناس الطيبة. إحنا عامة يعني الأردنية نعيش مجتمع بسيط جدا، كل الأردن بتعرف بعض وكل الأردن صاحبة بعض وكل الأردن عارفين يعني كيف نتميز بعلاقة شخصية قوية جدا بينه وبين جميع الأطياف الأردنية. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكانكم بعمان وطرق التواصل معكم. إحنا عنواننا عمان أبو علندا منطقة الحزام الدائري بجانب كازية جبترول خلف كراجات القادسية. أنا معاكم باسم الحنيطي، رقم تليفوني 079-549-48-31، وأتوقع كل الأردن تعرفني. شكرا لك، حياك الله يا ستي. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر باسم الحنيطي على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا هلا، شرفت.